عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم الاستاذه حجي فاطم زهراء، استاذه رياضيات بالسلك الثانوي وكوتش تخصص كوتشي المدرسي وتفوق دراسي. جيت عندكم اليوم باش نعطيكم عده نصائح مهمه اللي تقدر تساعدكم باش تجتازوا امتحانات البكالوريا لهذه السنه. وامتحانات البكالوريا لهذه السنه كتعرف طابع خاص، الا وهو بوباء الكورونا. اذا اول حاجه يمكن لكم تركزوا عليها هي الاستعداد النفسي، وهذه الحاجه خصها تكون بمساعده المحيط ديالكم، يعني الاسر ديالكم. الاسر ديالكم ملزمه انها تعطيكم دعم نفسي، وانتم كذلك يمكن لكم تثقوا في رؤوسكم وتقولوا باننا رغم كل الصعوبات ورغم هذا الوباء انا قادر، ولا انا قادره انني نجتاز هذا الامتحان بكل اريحيه ونحصل على افضل النتائج. اذا العامل الذهني كيلعب دور مهم. ثانيا خاصنا نوقفوا عن التذمر ونوقفوا عن لعب دور الضحيه، لان العديد من التلاميذ اليوم تيقول لك انا غادي ندوز البكالوريا في ظروف خاصه، كاين الوباء، وقفوا الدروس الحضوريه من شهر مارس. لا، كنقول لهم نتوما مخطئين، لان خاصكم تشوفوا الامور بايجابيه مطلقه. نتوما اول دفعه اللي كتمتحن فقط في 75% من المقرر، عكس كل الدفعات اللي قبل منكم كانت كتمتحن في 100%، وكانت كتبقى كتحضر الدروس الحضوريه حتى لشهر يونيو. نتوما من شهر مارس وانتوما كتابعوا دروسكم عن بعد، كاين واحد القسط من الراحه زائد على الدروس الحضوريه، وهذا اللي كيمكنكم انكم تكونوا في احسن تستعدوا، يعني احسن استعداد الى الامتحان، الى اجتياز الامتحانات. اذا ما نقولوش باننا حنايا ضحايا لهذا الوباء، على العكس نشوفوا الامر بنظره ايجابيه ونقولوا اننا غنمتحنوا غير 75% من الدروس اللي حضرنا لهم في القسم، الدروس الحضوريه، والدروس اللي بقات عن بعد خاصها تكون دروس لتكمله المقرر، لانكم ما تنساوش انكم مازالين متبوعين بمباريات الانتقاء الاولي باش تدوزوا للجامعات الكبرى والمعاهد العليا الوطنيه. اذا نصيحتي لكم اليوم هي اولا العامل الذهني خاصكم تركزوا عليه، خاصكم تثقوا في نفسكم وتحاولوا ما امكن انكم تحفزوا نفسكم والمحيط ديالكم يحفزكم، وتقولوا في قراره النفس ديالكم انا قادره، وانا قادر انني نجتاز امتحان البكالوريا بكل اريحيه. العامل الثاني كفى من دور الضحيه، ونشوفوا الامور بايجابيه ونقولوا باننا غنمتحنوا فقط في 75% من المقرر، وهذه كتكون امتياز لكم بالنسبه للدفعات السابقه. الشيء الثالث اللي غنصحكم به هو الاستعداد الجيد، وضع خطه محكمه، وحنا على بعد شهر من الامتحانات، وضع خطه محكمه اللي يكون فيها يعني برمجه يوميه للاستعداد من الصباح حتى العشيه، مع التركيز على اخذ قسط من الراحه وممارسة الرياضة ولو بحركات بسيطة داخل المنزل ونحن في فترة الحجر الصحي، وكذلك التغذية السليمة، لأن العقل السليم في الجسم السليم. كنتمنى أن يكون النصائح ديالي واضحة، وبغيت نقول لكم حد سعيد أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، وما غيكون غير الخير إن شاء الله، وغادي تنجحوا كلكم بإذن الله. وأنا على يقين أنكم إذا طبقتوا هذه النقط إن شاء الله امتحانات البكالوريا غدوز في أحسن الأحوال.